ببساطة أنا عايز أقول لكم على حاجة، استفيدوا من اللي بيحصل في عالمنا المحيط بينا. في دول من اللي حصل فيها الفوضى اللي احنا بنشوفها، فيها ناس كانت مستوى التعليم فيها ما كانش عندهم أمية خالص، وكان عندهم تعليم جيد، لكن يا ترى صاغوا الشخصية اللي تحمي بلادهم من الخراب والدمار؟ لا ما قدروش. صاغوا الشخصية اللي تحمي بلادهم من يبقى فيها قتل وتدمير وتخريب بالحجم اللي احنا بنشوفه ده؟ لا ما قدروش. يبقى فشل التعليم. التعليم هو ان انا بطلع انسان، انا عايز اقول لكم ينفع التعليم في ايه مع وطن ضايع؟ ازف بشرى اخرى، لن تجدوا مريض يعاني من فيروس التهاب الكبد الوبائي بعد اليوم ان شاء الله. فالوصول الى الهدف مبكر والكشف المبكر باجهزه سيادة العميد اللي اكتشفها سيادة العميد أحمد أمين، جهاز مبكر مبكر جدا قبل مضاعفات وندخل في مشاكل، فالإز يتفتت ويصبح زي ما بقول برضو في الأمثلة، باخد الإز من المريض بغذي المريض على إز بديهوله صبع كفتة يتغذى عليه، فالإز يتفتت ويصبح زي ما بقول برضو في الأمثلة، باخد الإز من المريض بغذي المريض على إز بديهوله صبع كفتة يتغذى عليه، باخد المرض وديهوله غذاء، وهذا قمة الإعجاز العلمي. يدرس فلسفة ومنطق ليه؟ عامل بيهم ايه؟ طب هو من المواد دي لما يتخرج، لما يخرج يعني من الثانوية العامة، ايه الاستفادة اللي هو هيستفادها بيها عند الدخول الى كلية او عند الدخول الى سوق العمل؟ هيخش مثلا لو درس فلسفة ده هيكمل اداب قسم فلسفة على عيني وراسي، بس عشان يتخرج ايه؟ في عندنا وظيفة اسمها فيلسوف؟ انا بقول ان الاميه حمتنا في مرحله كبيره جدا من التغريب، انا لازم كشف تقرا الكلام ده. وزكي نجيب محمود قال احنا يا تنويريين عاملين زي بقعه الزيت بنعوم فوق الميه ما بنختلطش بالميه، وان احنا نفضل نتكلم ونهاجي وتاثيرنا اقل كثير جدا من اي واحد واعظ في اي قريه نائيه بالنسبه لمواطنيه، وده صحيح والحمد لله، لان الواعظ في النهايه هيعلمهم قيم عربيه واسلاميه ومن بيئتهم وعلى قدهم، انما ده هيعلمهم بقى يلبسوا ريدنجوت ويتكلموا عن هيجل ويحبوا نيتشه اللي بيقول ان الله قد مات. نيتشه الفيلسوف العظيم، شوبنهاور اللي معرفش هو مين، ايه مين نيتشه ويبل شوبنهاور؟ طز احنا عندنا ناس بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله برقبتهم،